بشرى لكل مبتلى، أبشر بمغفرة ذنوبك كاملة إن شاء الله. أخي الحبيب، في البداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك حديث عظيم حدثنا به حبيبنا عليه الصلاة والسلام، هو بشرى لكل من أصيب ببلاء شديد، كل من مرض ولم يجد علاجا، كل من أصيب بهم أو أذى أو ضر، كل من أوذي من قبل أقرب الناس له. كل هذا البلاء أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام تعهد أنه سيكون سببا في مغفرة ذنوبك كاملة إن شاء الله. استمع معي إلى هذا الحديث العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليبتلي عبده بالسقم أو بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب، صلى الله عليه وسلم. حديث بكلمات قليلة جدا: إن الله ليبتلي عبده بالمرض، بالسقم، بالبلاء، بالوباء، حتى يكفر ذنبه كله، كل ذنوبه ينقيه الله سبحانه وتعالى من الذنوب. أخي الحبيب، انظر أنت، إذا كان لديك قطعة من الحديد فيها صدأ وفيها تشوهات وفيها تشققات، طيب ماذا تفعل بها؟ تقوم بصهر هذا الحديد، فالخبث والشوائب والصدأ الموجود فيه يطفو للأعلى ويبقى الحديد الصافي في الأسفل، فتأخذه لتستفيد منه. فعملية التنقية دائما تحتاج لصهر، تحتاج لظروف قاسية جدا. النبات حتى ينمو يحتاج إلى ظلام الأرض، ويحتاج إلى برد الشتاء، ويحتاج إلى ظلام الليل وظروف قاسية حتى ينمو ويعطيك هذا الثمار. كذلك أخي الحبيب، عندما يمرض الإنسان ما الذي يحدث؟ يبدأ الإنسان أول شيء يشعر بالضعف. يعني أنا أريدك أن تستفيد من ثقافة البلاء، نريد أن نعمم ثقافة البلاء، ألا نكره البلاء لأنه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وأصاب منه شيئا من البلاء. فعندما تبتلى بمرض، لنأخذ كمثال بلاء المرض، أول شيء الإنسان يشعر بضعفه، وهذا ضروري جدا للمؤمن أيها الأحبة، لأن الإنسان بطبيعته متكبر مغرور، لديه كبر، لديه غرور بنفسه، لديه ظلم، يظلم نفسه ويظلم الآخرين. انظروا إلى الجبابرة أيها الأحبة، انظروا إلى قساة القلوب، غالبا تجد أنه لا يمرض، دققوا، يعني تجد أنه لا يبتلى، لم يعاني من ظلم، لا يشعر بالفقير، لا يشعر بالمحتاج، لا يشعر بالمريض. فالإنسان عندما يمرض أول شيء يشعر بضعفه، وهذه ناحية إيجابية أيها الأحبة، أنني أنا عندما أشعر بضعفي أمام الله عز وجل فهذا يدعوني للمرحلة التالية، وهي الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله عز وجل. هذه فائدة ثانية للمرض: أولا الإحساس بضعفك، ثانيا أن تتضرع إلى الله، وبخاصة إذا كان المرض لا يشفى، مرض مستعصي. طيب، الضعف والاعتراف أمام الله بالضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشكو لله
ضعف قوته، يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. فالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أعطانا كنزا من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني أنا يا رب تبرأت من حولي ومن قوتي والتجأت إلى حولك وقوتك. من حولي يعني من إمكانياتي، أنا ليس لدي إمكانيات يا رب، لا أستطيع أن أشفي نفسي ولا أجد من يساعدني، ليس لدي أي إمكانيات وليس لدي أي قوة، فالحول والقوة بك أنت. فالمرض أخي الحبيب يجعلك بالفعل يعني تعيش لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نقولها، ولكن في حالة المرض يكون إحساسك بهذا الكنز من كنوز الجنة أقوى. المريض يصبح إنسان عاطفي، يصبح حساس، يشعر بغيره ممن يعانون من مرض أو نقص أو فقر أو أذى أو ظلم. إذن هذه فائدة ثالثة. عدد معي أخي الحبيب فوائد، وأنا أخاطب كل إنسان ابتلاه الله حتى لو كان مبتلى في بيته، في رزقه، في ولده، في أهل بيته، أنواع البلاء كثيرة. أول فائدة للبلاء يشعرك بضعفك أمام الله، وهذا شيء إيجابي. الفائدة الثانية يجعلك تلتجئ إلى الله، وهذا شيء إيجابي. الفائدة الثالثة يجعلك تشعر بمعاناة الآخرين، وهذه فائدة إيجابية أيضا، لأن النبي كان يحمل هم أمته، النبي كان يتعب نفسه ويجهد نفسه، وكان حريص جدا أننا جميعا ندخل الجنة. لذلك قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذا النبي لا يحب لكم الخطأ، لا يحب لكم الشر، يعني يعز عليه أي ضر يصيبكم، حريص عليكم، حريص على مصلحتكم، حريص على أن تعيشوا حياة مطمئنة في الدنيا وفي الآخرة. بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذا الإحساس بالآخرين كيف تولد لدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمون لماذا؟ لأنه كان أشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. النبي الأعظم كان أشد الناس بلاء. البلاء في كل شيء، الأذى من كل جانب، استهزأوا به، كذبوه، تآمروا على قتله، أخرجوه من مكة، اتهموه في عرضه صلى الله عليه وسلم، حادثة الإفك، لم يتركوا أذى إلا ومارسوه على هذا، وهو صابر وهو يدعو لأمته صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحد منا نحن اليوم كان سيدعو على قومه، ولكن النبي كان يدعو لهم بالهداية. إذن من فوائد المرض أنه يجعلك رحيما، حساسا تجاه معاناة الآخرين، وهذه كلها أمور إيجابية أيها الأحبة. الظالم يفتقر لها، يعني مثلا فرعون كان جبار، كان ظالم، لم يكن يصاب بالمرض، والدليل على ذلك أنه كان يقول لهم ما علمت لكم من إله غيري. المرض يشعرك بالضعف، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا إن الله لا يبتلي عبده بالسقم، لماذا يبتليه بالسقم؟
ليطهره من الذنوب ولأنه يحبه وليجعله رحيما، لأن الله يحب الرحيم، يحب المتواضع، يحب الانكسار. وإلا ما الذي أدخل إبليس نار جهنم؟ التكبر. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لذلك أخي الحبيب، عندما تصاب ببلاء وهو المرض، صدقني هذا لمصلحتك. هذا يعطيك أولا قدرة على التحمل، يعطيك إحساس بالآخرين، يجعلك تعطف على الآخرين أكثر. وطبعا المرضى يعلمون ذلك، كل مريض يشعر. طيب هنا قضية لابد أن أثيرها أيها الأحبة، أن هناك من يمرض ويكثر إلحاده، وهناك من يمرض ويتواضع ويطلب العفو والشفاء والعافية من الله عز وجل. كل الأنبياء كانوا يتذللون لله، يعني يونس عليه السلام عندما ابتلاه الله أن ابتلعه الحوت، ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظروا، اعترف بظلمي وضعفي. سيدنا أيوب وهو من الصابرين ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظروا أيها الأحبة، لغة الانكسار، لغة الضعف، لغة التذلل أمام الله، لغة التواضع والخشوع لله، نجدها في دعاء، ميزة للأنبياء جميعا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء رقم واحد. ثم طبعا حسب درجة كل واحد، الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا أنا شخصيا بعد أن قرأت هذا الحديث، حقيقة عندما أصاب بأذى أو مرض، يعني أنا أفرح برحمة الله. انظروا أيها الأحبة، انقلب الاكتئاب والحزن والهم إلى فرح. إذا ابتلاني الله بشيء من الهم أصبحت أفرح برحمة الله، أقول يا رب ما دام هذا يرضيك فلا أبالي، ما دام هذا البلاء لمصلحتي فأنا راض عما قسمت لي. ومن رضي عن الله كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة ويرضيه في الدنيا أيضا. لذلك أخي الحبيب، هذا الحديث تذكره دائما، وتذكر أن الله عز وجل يحبك أيها المبتلى، الله يحبك، لا تحزن ولا تقلق. الله قادر أن يعطيك الملايين فهو يعطيها للملحدين، يعطيها لهؤلاء الذين ينكرون الله ويحاربون الله. طيب هل المنطق يعني يفرض علينا أن نعتقد أن الله يحب هؤلاء ويكره إنسان يقول يا رب؟ لا، ولكن الله لا يريد الدنيا، الله يريد الآخرة، يحب لك الآخرة، يحب لك الدار الآخرة. لذلك احفظ هذا الحديث وتذكره، إذا كنت الآن بصحتك احفظه، لأن كل إنسان سيتعرض للبلاء. حتى إن بعض الصالحين كان يخاف عندما تمر عليه أيام ولا يبتلى، يخاف، لأن الكافر والملحد والظالم تجد أنه قليل البلاء، سبحان الله. لماذا؟ لينغمس أكثر في الدنيا، ولكن مصيره أسود يوم لقاء الله. فلذلك أخي الحبيب، سأكرر هذا الحديث وأختم به، احفظه رجاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا به. وابدأ بالتفاؤل، كلما أصابك شر أو أذى أو بلاء اصبر
والله سيفرج هذا الأذى وسيذهب عنك هذا المرض، ولكن بشرط أن تنجح في الاختبار، أن تقول يا رب أنا صبرت ورضيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا يبتلي عبده بالسقم حتى يكفر ذلك عنه كل ذنب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.